اهلا بيكم مره تانية في 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الموسم الحالي، لان هو موسم مميز قوي الحقيقه في العاب الصالات في النادي الاهلي، شهد حصد العديد من البطولات وده هنتكلم عنه مع حضراتكم بالتفصيل، بجانب طبعا بطولات تانية مختلفه للمنتخبات. كل الكلام ده هيدور مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات واهلا بيك معانا. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نوند، يعني وحشني كتير ومبسوط ان انا معاكم النهارده. يعني بص، ده بيتك انت معانا على طول، تحليلاتك طبعا بتكون متميزه كالعاده. وبص انا هخش على العاب الصالات اكيد، بس لازم اتكلم معاك برضو كناقد رياضي على رايك في ماتش الترجي. يعني هل انت كنت من الناس المتوقعه سير المباراه بهذا الشكل؟ فكره ان مش هقول هاي سكور بس، يعني لكن طبعا 3-0 دي غير مسبوقه مع الترجي، فهل انت كنت شايف المباراه كده؟ يمكن طبعا هو فوز كبير وفوز تاريخي للنادي الاهلي على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن المستوى اللي بيقدمه النادي الاهلي الموسم ده او حتى الفتره الاخيره كمان مع مستر مارسيل كولر بيحفز الجماهير كلها ان الاهلي بيقرب من لقب دوري ابطال افريقيا المره 11 في تاريخه. يمكن الماتش انا كنت متوقع ان الاهلي يكسب، متوقع الاهلي يكسب 2-1 بصراحه، يعني النتيجه بالظبط، لكن ما كنتش متوقع نتيجه اكبر من كده. لكن الترجي طبعا عنده غيابات، بيلعب من غير جمهوره، مستواه حتى السنه دي مش يعني مش الفريق اللي ينافس على دوري ابطال افريقيا. الاهلي طبعا اقوى بمراحل من الترجي، وطبعا يمكن ان الاهلي لعب الترجي في الوقت ده وكمان بدون جمهور في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ده كان حافز النادي الاهلي ان هو يقدر يكسب كمان في عدم وجود جماهير الترجي. الاهلي قدر يسيطر على الماتش طبعا في الشوطين وضيع اكتر من جون، طبعا الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من كده. طبعا هي نتيجه تاريخيه لان الاهلي اول مره بيكسب في ملعب رايز 3-0 او اكتر من هدفين. يمكن الاهلي كسب قبل كده الترجي 2-1 في نهائي افريقيا، وكسب قبل كده صفاقس التونسي في نفس الملعب، لكن 3-0 كانت نتيجه كبيره. الاهلي سادس مره بيكسب الترجي في ملعب رادس، يمكن عشان كانت نتيجه ثقيله، فهي القت بظلال ثقيله هي الاخرى على طبعًا المدير الفني وعلى جماهير الترجي الحقيقه. طبعا لان يمكن نبيل معلول طبعا مدير فني الترجي التونسي ومدير فني منتخب تونس استقال بعد المباراه، لان الظروف المحيطه بنادي الترجي سواء من مشاكل اداريه او حتى مشاكل فنيه حتى في الدوري حتى في البطولات كلها، هو الترجي السنه دي مش ده الترجي اللي احنا عارفينه او الفريق اللي كان بطل افريقيا مرتين ورا بعض. لكن الاهلي طبعا فريق قوي جدا، الاهلي بيضم عناصر على اعلى مستوى، مدير فني مستر مارسيل كولر يمكن السنه دي قدر يكسب مباريات كتيره جدا، قدر يكسب فرق كبيره كلها. النهارده النادي الاهلي بيحقق الثلاثيه 3-0 12 مره مع كولر، 12 فريق الاهلي كسبه مع كولر 3-0 يا 3-1، يعني الثلاثيه كمان الغزاره التهديفيه وكمان التنظيم الدفاعي. شايفين الاهلي كان ما كانش فيه هجمه على الجون تقريبا في ماتش الترجي، الاهلي كان قوي جدا. كمان الاهلي السنه دي واخد 2 سوبر مع كولر، واخد كاس مصر اول الدوري وعنده مباراه مؤجله ويقدر يحسم الدوري بدري، في تألق كبير مع كولر بشكل كبير. لكن انا بس قبل ما عشان الموضوع ما ياخدش وقت كبير، بس قصه غيابات الترجي مش يعني مش سبب، لان انت كمان كاهلي كان عندك غيابات كتيره جدا سواء لاسباب فنيه او لاصابات، فهي واحد يعني جيت في الاخر هتلاقيها ميزان واحد. فلا بس فعلا كان في تألق ملحوظ من النادي الاهلي، عارفه لما ترجع كده كان في فتره تراجع شويه، رجعت افضل من الاول كمان مع مدير فني تاني هنرجع نقول حقيقي محترف مارسيل كولر، هذا المدير الفني اللي فعلا مكسب كبير، واكيد احنا كمان مكسب كبير لانه هو يدرب النادي الاهلي، لكن هي وين وين سيتويشن زي ما بتتقال. وده اللي لقيته الصحف التونسيه، لان الصحف التونسيه كانت يعني ما تمناش ان احنا ان الترجي يواجه الاهلي، لان الاهلي بيتحول في الادوار الاقصائيه لبعبع، وخصوصا انت مش على ارضك وكل الاجواء طبعًا. ان الناس كانت قالت لك دي ديس ادفانتج او سبب مش افضل شيء للاهلي، بالعكس احنا دايما بنشوفه كل ما التحدي بيزيد كل ما ده بيبقى لصالح النادي الاهلي، شخصيه البطل بتظهر بس هو شخصيه البطل بتظهر فعلا في الادوار الاقصائيه. وعشان كده النادي الاهلي اي فريق بيواجهه في الادوار الاقصائيه بيبقى عامل له 100 حساب، لان الاهلي طبعا هو اكتر فريق واخد البطوله 10 مرات، نادي تاريخي ونادي القرن في افريقيا، اعتقد شخصيه البطل بتظهر دور عن دور، فعشان كده اي فريق بيواجه الاهلي بيعمل له 1000 حساب. وغالبا الفريق ده لما بيكون عارف ان في غيابات مثلا في النادي الاهلي ما بيعولش كتير عليها، لانه عارف كويس قوي ان الموجود هيسد وزياده، يعني لو كان اكرم توفيق موجود، لو كان عمرو السوليه موجود، كريم فؤاد، يعني كريم، يعني غيابات النادي الاهلي الحقيقه عاده ما بنحسش بيها نظرا لان تقريبا كلهم على نفس المستوى، كل واحد فيهم في مركزه، يعني كلهم على نفس المستوى، اكيد دي برضو من ضمن عناصر القوه في النادي الاهلي طبعا. وده اللي عامله مارسيل كولر السنه دي. يمكن انا شايف ان الاهلي ما شاء الله ما شاء الله، يعني عايزين مش عاوزين نحسد النادي الاهلي، لكن فعلا الاهلي السنه دي ماشي بمستوى حتى من نص الموسم بالذات ماشي بمستوى ثابت. الاهلي في اخر 10 ماتشات او 9 ماتشات داخل فيه جون واحد،
كمان التوازن الدفاعي والقوه الدفاعيه اللي عملها نادي الاهلي كولر بعد مباراه سان داونز اللي حصل فيها النتيجه الكبيره، بعدها الاهلي فعلا نظم صفوفه دفاعيا وكولر قدر يلعب الحته دي. انا شايف النادي الاهلي سواء بيلعب عنصر اساسي او احتياطي كولر مجهز الجميع. صح. حتى لما لعيب بيتصاب انا ما بحسش ان الاهلي فيه مشكله. صحيح. ده كان مش موجود قبل كده، كان قبل كده في لعيب ممكن يفرق. عارف امتى تحديدا كنا حاسين قوي بالمشكله دي؟ اخر فتره يمكن مع موسيماني. دي حقيقه. دي حقيقه ان فعلا عناصر لما الاهلي بدا يريح اللعيبه وبعد كده بدا يبقى فيه لعيبه فيها اصابات وبتاع بدانا نقول ان الاهلي فيه مشاكل، لكن صح. دلوقتي مع كولر بصراحه كريم فؤاد صليبي مثلا، اكرم توفيق صليبي، مش عارف مين غايب، لا الاهلي موجود بالظبط. فدي حقيقه، دي حاجه كويسه. خش بينا بقى على العاب الصالات، والاهلي عامل شغل نار بالمعنى الحرفي وبالذات الموسم ده الحقيقه على كل الاصعده وعلى كل المستويات ورجال وسيدات. فايه اللي استجد فنتج عنه هذا التفوق الملحوظ للنادي الاهلي في العاب الصالات؟ انا شهادتي مجروحه في الموضوع ده، لكن لو هقول هقول كلمه السر، كابتن خالد العوضي. خالد العوضي هو ابن من ابناء النادي الاهلي، حارس مرمى طبعا النادي الاهلي كره اليد ومنتخب مصر. يمكن وجوده في النادي الاهلي كمدير نشاط رياضي هي خطوه اتاخرت سنين، ولما جه مدير نشاط رياضي انا كنت متوقع ان الاهلي هيعمل طفره، ما كانتش هتبقى على طول لان طبعا كان في مشاكل كتيره جدا في الفرق. لكن لما جه كابتن خالد العوضي انا قلت اول ملف هيتم تعديله هو ملف كره اليد، وشايفين طبعا موسم استثنائي لكره اليد في النادي الاهلي، دوري وكاس وسوبر افريقي، كاس عالم الانديه، سوبر جلوب المره الثانيه على التوالي. طبعا اكيد اكيد. والكاس كان احلى. كنت في الملعب. هو كله احلى من بعض. لا الكاس الجايزه. كان شكله حلو. كنت في ماتش السوبر الافريقي، اتفرجت على الماتش من صاله الامير عبد الله فيصل. يمكن النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا. وجود المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز اللي هو مدير الفني الاسبق لمنتخب مصر غير من شكل الفريق السنه دي، جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن محمد ابراهيم ورئيس الجهاز كابتن ياسر لبيب، مش عايز انسى حد، لكن ديفيد ديفيز هو مدرب كبير جدا، مدرب قوي، وفعلا عمل طفره في كره اليد في نادي الاهلي السنه دي. انا شايف ان خالد العوضي وجوده في النادي مع التعاقدات اللي عملها في الفريق او حتى في الجهاز الفني عمل الطفره، زي ما احنا شايفين النادي الاهلي كسب الزمالك للموسم الثاني على التوالي في سوبر افريقيا، تاهل كاس عالم الانديه سوبر كلوب في السعوديه، واخد دوري وكاس بيجمعهم لاول مره من 9 سنين، كمان النادي الاهلي لسه عنده كاس الكؤوس. يعني انا شايف ان النادي الاهلي ماشي كويس جدا في كره اليد بعد سنين من المشاكل شويه. كمان يعني لو اتكلمنا على بقيه الالعاب، الاهلي السنه دي واخد 15 بطوله حتى الان، ولسه عنده النهارده ان شاء الله في فريق السيدات كره السله كسب ماتشين في البيست اوف 5 في نهائي دوري السوبر، عنده الماتش الثالث النهارده مع الجزيره، لو كسبه هياخد اللقب رسمي. فريق كره السله في سيادات السله الاهلي هو الفريق الوحيد السنه دي في النادي الاهلي الجماعي، طبعا بخلاف كره القدم اللي هو العلامه الكامله، ما خسرش اي بطوله ما شاء الله. فاعتقد كمان لو كسب النهارده كمان الدوري وحسم الدوري بدري كمان هيبقى خد كل بطولات السنه دي. طبعا ده انجاز للاعبات وانجاز للكابتن طارق خيري المدير الفني اللي هو مدرب على يعني قدر عالي جدا من الكفاءه. لو اتكلمنا عن كره السله رجال، الاهلي طبعا كسب امبارح اتحاد سكندري الماتش الثاني من سلسله النهائي، طبعا 2-1 للنادي الاهلي، اتحاد سكندري كسب الماتش الثاني، الاهلي يكسب الماتش الجاي يوم الماتش الرابع يوم الاثنين الجاي، يحسم دوري السوبر الموسم الثاني على التوالي، ويبدا يخش كمان في المعمعه بقى البطوله افريقيا البال اللي هتبقى في رواندا نهايات اخر الشهر ده. فاعتقد طبعا موسم كبير جدا للنادي الاهلي، وكنا نتمنى كمان فريق كره الطايره انه يقدر يحقق الدوري والكاس، لكن ان شاء الله السنين الجايه يقدر اللي هي كانت كبوه، لان فريق الطايره خد 5 سنين كل حاجه افريقيا ومع كل البطولات المحليه والعربيه. فاعتقد ان شاء الله السنه الجايه فريق الطايره يقدر يرجع تاني على رجله ويقدر يحقق بطولات، لانه الماسترز دول طول عمرهم بيشرفوا النادي الاهلي في كل البطولات. فان شاء الله السنه دي هو موسم تاريخي النادي الاهلي، ولسه في مزيد من البطولات شغاله لحد نهايه شهر 5، هيكون الاهلي ان شاء الله حقق اكتر من يعني مش هقول 15، ممكن ان شاء الله يوصل ل 20 بطوله ان شاء الله. حلو جدا. بص يا علي، احنا هنتكلم شويه عن النادي الاهلي والالعاب والصالات، وهنروح برضو للمنتخبات المختلفه عندنا والاتحادات المختلفه، لان لازم من دلوقتي نبتدي نركز وعينينا تبقى على باريس 2024 وهذه الاولمبياد اللي كلنا كمصريين كل سنه منها بنقول، او كل بطوله نسخه منها يعني بنقول احنا هنبقى فين، احنا فين من العالم في عدد الميداليات. بصراحه لحد هذه اللحظه ما نقدرش نقول احنا كمصريين فرحانين بالاداء اللي بيحصل او الميداليات اللي بيتم حصدها في الاولمبياد او البارالمبياد، بس طبعا كتر خيرهم في البارالمبياد طبعا يعني. لكن في الاولمبياد هل السبب راجع مشاكل اداريه؟ هل السبب راجع مشاكل ماديه؟ هل السبب راجع ما عنديش البوتنشال الابطال؟ هل السبب راجع ان انا مش عارفه انظم مع الوزارات المعنيه في فكره الدراسه مع الرياضه مع التمرينات مع المعسكرات؟ يعني عايز احط ايدي انا وكريم على النقاط الاساسيه من وجهه نظرك، طبعا ده ملف بتاعك، علشان نقدر نشوف حلول. يعني احنا بنطرح هنا المشاكل واكيد نفسنا نلاقي حلول ليها.
انا لو اتكلمت زي ما حضرتك قلت، لا المواهب موجوده، يعني المشكله مش مشكله بتفق مواهب، معك. بالعكس، لان مصر فيها كميه مواهب في كل الالعاب، في رفع الاثقال وفي السباحه وفي الجودو وفي المصارعه وفي التنس، وعندنا كمان قل في الاسكواش. الامكانيات بيقدروا يستمروا. دي حقيقه، احنا في اولمبياد طوكيو واخدين 6 ميداليات. انا لو هتكلم، الميداليه الوحيده اللي كان مخطط ليها هي الخماسي الحديث احمد الجندي، ال 45 ما كانش مخطط ليهم، وكانت حتى مش محطوطين في جدول الميداليات للمجموعه الاولمبيه المصريه. انا بتكلم بصراحه، لكن لو هنتكلم على الاتحادات اللي شغاله بجد ولازم اشيد بيها هنا على الهواء، اتحاد السلاح المصري برئاسه المهندس عبد المنعم الحسيني، واتحاد الخماسي الحديث برئاسه المهندس شريف العريان، دول اكتر اتحادين بينافسوا في كل المحافل، سواء بقى كاس عالم، بطوله عالم ناشئين، كبار، شباب، وحتى في الاولمبياد الاثنين جابوا. يمكن السلاح ما جابش من 2012، لكن كان لسه المجلس اللي جاي جديد، ودلوقتي انا شايف ان السلاح المصري وصل لمرحله او بوتنشال قوي جدا، انه ان شاء الله في باريس انا هشوف ميداليه للسلاح المصري. هل بقيه الاتحادات مش بتنافس بنفس الشكل او بنفس القوه زي الاتحادين دول، نظرا لمثلا ندره الموارد عندهم بالمقارنه بالاتحادين دول؟ يعني سبب التفوق في الاتحادين دول ايه بالمقارنه بقيه الاتحادات؟ لا بالعكس، هو كله واخد نفس الدعم. يعني لو هنتكلم على دعم وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه، كله واخد نفس الدعم كاتحادات، لكن في فرق غير عن رئيس اتحاد او رئيس اتحاد او اتحاد واتحاد. كل اتحاد بيشتغل ازاي، بينمي موارده ازاي بيصرف حتى من جيبه، ازاي بي بي يعني بيشجع الابطال، ازاي بيوديهم معسكرات خارجيه. كل اتحاد هو اللي عارف ازاي بيجيب مثلا رعاه، يعني مش كل اتحاد بيتصرف بنفس المنظومه. هم كلهم واخدين نفس الدعم على اختلاف متطلبات كل رياضه منهم على حده. اكيد الرياضات بتحتاج معدات مثلا، بتحتاج اجهزه بالزبط. بالاكتر من غيرها، لكن كل اتحاد عارف ازاي هو بينمي موارده. في اتحاد بيشتغل اكتر من التاني، في اتحاد بيخطط صح. يعني انا شايف اتحاد السلاح والخماسي هما بيخططوا لحد اولمبياد باريس وبعد باريس كمان، يعني بيلعبوا حتى الناس الصغيرين، بيلعبوا بطوله العالم للكبار دلوقتي اللي هم عندهم 16 سنه، عشان بعد كده لما يجي يلعب بطوله العالم للكبار يبقى هو بيجيب ميداليه. يعني لما ياخد ثالث او رابع او خامس دلوقتي، كمان سنتين هيجيب ميداليه بطوله عالم. طب ما ده معناه ان ممكن يبقى في شبه تقصير من اتحادات ثانيه. طب ما ده انا عشان كده بقول لحضرتك ان الاتحادين دول في جهه رقابيه ما بتشوف الوضع اللي مش مظبوط ايه وتحاول تعدله. وزاره الرياضه هي اللي ليها الدور الاكبر في الموضوع ده. الدكتور اشرف صبحي اكيد بيتابع الملفات دي كلها، لان اكيد اللي احنا بنشوفه الفتره اللي فاتت دي، انا شايف النتائج اللي اتحققت بعد طوكيو في كافه الالعاب بخلاف الخماسي والسلاح، لا مش قويه. يمكن انا شايف ان في العاب كتيره جدا مصر تقدر تحقق فيها في اولمبياد باريس، يعني رفع الاثقال ده ملف اهمل كثير جدا بسبب المنشطات. يمكن دلوقتي الدنيا بدات ترجع والحمد لله ما بقاش في مشاكل. المنشطات ايه كانت كيس وقعدنا عليها سنين، ما خلاص اتوقفنا يعني. اتوقفنا ابطالنا ما شاركوش في اولمبياد طوكيو، كان محمد دياب ممكن يحقق، ساره سليمان كانت ممكن تحقق. للاسف يعني ما كانش الملف برضه، كنا مصدومين لحد ما، يعني ما كانش بالشكل اللي طوي. بس كان برضه في مشاكل اداريه، وده اللي طبعا احنا اداريا نتفق معاك، وحصل فيها تحقيق من وزاره الرياضه وفي ناس مشيت، وده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن لو بنتكلم على بقيه الاتحادات، لا في تقصير في بعض الاتحادات، ولازم يكون في رقابه اكتر من كده من وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه، لان في الاخر الصرف اللي بيتصرف على المواهب في مصر انا مش هقول كبير، بس على الاقل لازم يكون في نتائج موجوده في المحافل العالميه، سواء كاس عالم او بطوله عالم. وشايف ان مصر، والله مصر عندها فعلا كميه مواهب، وبنشوف كمان ناس تطلع بره مصر بتلعب باسماء دول تانية بتجيب ميداليات. ليه؟ لان عندك مواهب، مليانه مواهب كمان مدفونه تحت الرمله، ما حدش يعرف عنها حاجه، ولا مركز الشباب ولا بيلعبوا تابعين للاتحادات، ناس بشكل فطري فعلا موهوب. وعشان كده انا بقول لحضرتك مراكز الشباب فيها كميه مواهب مش طبيعيه. عشان كده انا هنا بقول ان مشروع البطل الاولمبي اللي في مصر المفروض بيتعمل من سنين، لازم يكون فيه اهتمام ودور فعال اكتر من كده، لان في كميه مواهب في مراكز الشباب في كل الالعاب، ممكن تخش اماكن مختلفه، ممكن في كل المحافظات ممكن تخش تجيب ميداليات في بطولات كبيره، وممكن كمان تنافس في اولمبياد كمان 3 4 سنين باقل الامكانيات. على ذكر الاولمبياد، في ضوء الفتره اللي فاتت، ايه درجه الطمانه اللي جواك تجاه بعثة مصر اللي هتسافر ان شاء الله وتشارك في يعني الاولمبياد باريس 27؟ الضحكه دي يا رياكشناتك، يا رياكشنات بصراحه، شفت تعبير وشه بصراحه؟ لا كانت مش عارف يقول ايه عليه والله. انت لسه عايز اقول يعني ليه كده يا علي؟ لا يعني بصراحه في طوكيو انا كنت متفائل اكتر، يعني كنت متفائل وجبنا 6 ميداليات. اي نعم ما كانش كله مخطط ليه، لكن جبنا 6 ميداليات. يمكن اللجنه الاولمبيه المصريه او وزاره الرياضه قالوا في الفتره اللي فاتت، من خلال سنه او السنه اللي فاتت دي، قالوا ان شاء الله في باريس هنجيب 10 ميداليات. انا بصراحه مش متوقع ان احنا هنجيب حتى نص اولمبياد. لا 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 ليه؟ طيب لا لا لا، انا بصراحه انا وجهه نظري، انا مش شايف غير ان السلاح والخماسي ممكن يجيبوا ميداليتين والباقي مش هيجيب، لان انا شايف ان الدول كلها اشتغلت على نفسها اكتر بعد طوكيو، واحنا لسه ما عملناش اي حاجه. انا شايف ان احنا نتائجنا الفتره اللي فاتت بتنزل في كل الالعاب، وده اللي مش المطلوب. طب معلش علي، خليني برضو انا وكريم نروح معاك عشان الساده برضو المتابعين يبقوا على درايه بالصوره كامله.
المشكله فين؟ لان في اتحادات شغاله كويس، في اتحادات الوزاره بتوفر لها فلوس وهي بتشتغل على سبونسرز، فالناحيه الماديه في تكفل بها كبير، بوتنشال لعيبه كويسه موجود، لعيبه حصلت قبل كده برضو على بطولات دوليه موجود، فين الازمه؟ يعني ليه بنقول ان في تراجع؟ اللي بنقول ان في تراجع لان في ازمات اداريه في الاتحادات بتاثر على اللعيبه، في مشاكل على طول، وهتفضل بالمناسبه هتفضل على طول، هتفضل خلينا نبقى واقعيين، هتفضل يعني على طول، بس هنفضل احنا كمان على وضعنا ده، احنا هنفضل على طول بالظبط. طب واخرتها ايه؟ طب احنا احنا عاملين الفقره دي ليه؟ لا بس قبل كده كان في ازمات، احنا هنعملها على طول. قبل كده كان في ازمات، قبل كده كان في ازمات بس الابطال كانوا بيحققوا، لان كان في حتى في مستوى، لكن دلوقتي انا شايف ان الازمات موجوده وكمان في تراجع في المستوى. بالك ده احنا لوحدنا في البرنامج ده علي، كل يوم والتاني بنقعد نستعرض انجازات بتتحقق ومشاركات مثمره جدا لمنتخبات، يعني لمنتخبات او لبعثات مصريه في محافل دوليه. منين كده ده احنا كنا عندنا طاقه من التفاؤل تجاه المشاركه المصريه المره دي في الدوره الاولمبيه اللي جايه؟ هقول لحضرتك، حضرتك ماشي في انجازات كبيره جدا في بطولات عالميه وبطولات كبار وكل حاجه، بس المستوى الاولمبي حاجه ثانيه وحضرتك عارف ده. اكيد في المستوى الاولمبي انت على الاقل انت بتطلع بتنافس مثلا كام دوله، لكن في البنت انت بتنافس كام دوله وكل الدول جاهزه ازاي؟ انت للاسف في اتحادات ما عندهاش تخطيط، ده انا بقول لك عليه، في اتحادات عندها تخطيط، يعني انا بقول لك السلاح والخماسي هم عارفين يعملوا ايه في باريس، وعارفين هيجيبوا ميداليه وعارفين مين اللي هينافس وعارفين مين الوقت اللي بيحطوا امالهم عليه او مثلا بيعدوه كويس، لكن بقيه الاتحادات لا، اللعيب ده هيروح هيجيب او مش هيجيب، يعني هو وحظه، زي ما حصل في اولمبياد طوكيو، في لعيبه كانت رايحه مش محطوطه اصلا في جدول الميداليه بتاع الاولمبيه اللي هم متوقع ان هم يجيبوا، وفي يعني الاخر هم اللي جابوا دهب. الفكره ده شيء يحزن اكتر. طب ما ده يحزن، ما ده انا بقول لحضرتك يعني حقيقي، انا مش شايف ان بس يعني ده على فكره انت بتقول ده كلام خطير جدا، يعني انا بقول لحضرتك ده اللي حصل فعلا يعني في اولمبياد طوكيو، يعني في اتحادات بعت لعيبه بيمثلوا الرياضه المصريه من زاويه ان ربنا يكرم ان شاء الله. يعني هم بيحققوا مستويات مثلا مع افريقيه او كده، لكن مستوى كبير زي اولمبياد لا، هو هيروح وربنا يكرمه، جاب ميداليه احنا هنهنيه، ما جابش ميداليه خلاص، جاب ميداليه بعسل. دي حقيقه، انا بقول لحضرتك دي حقيقه حصلت، دي حصلت يعني في طوكيو. يعني هو ما فيش ايمان باللعيبه بتاعتنا؟ لا في ايمان طبعا، كل اتحاد يعني ما لازم ابقى فاهمه انا ليه ما بيبقاش عندي الثقه ان اللاعب بتاعي في الاتحاد بتاعي هيروح يجيب حاجه في اي بطوله حتى لو اولمبياد. أنا ليه ده موجود؟ انا اقول لك الحاجه، لما بيجي بيقعد اللجنه الاولمبيه المصريه وزاره الرياضه قبل الاولمبياد اي قبل الدوره الاولمبيه بيقعد مع كل الاتحادات، انت مين اللعيبه اللي عندك اللي انت متوقع وهتجيب كام ميداليه ودول اللي هيبقى ليهم دعم، يعني منهم اللي بيأفور ومنهم اللي بيبقى رياليستك بالعكس بيقلل عشان ما حدش يجي يلومه بالظبط. يعني انا بقول في اتحادات بدون ذكر اسم في اولمبياد طوكيو قالت ان احنا مش هنجيب ولا ميداليه، وراحوا جابوا ميداليه او ميداليتين كمان، ذكاء برضه. لا راحوا جابوا، الاتحاد ده بيخزي العيب، قالوا مش هيجيبوا، لكن في اتحاد قال احنا هنجيب وهنعمل وفي الاخر ما عدوش دور اول. فهي الفكره التخطيط ازاي، انت في الاخر مش بس اجهزه فنيه، مش لازم اجيب مدير فني اجنبي عشان انا اجيب ميداليه اولمبيه، احنا على فكره في الخماسي الحديث وفي السلاح مفيش مدير فني اجنبي، كله عناصر مصريه، جهاز فني حتى البدني، لكن في الاخر البطل المشروع بطل الاولمبي ده هو في الاخر موهبه وتخطيط سليم ودعم. انا شايف ان ثلاث حاجات دي اهم حاجه. المشروع ده احنا ماشيين كويس فيه، يعني انت مطمن في ضوء الاجراءات ان اللي انت عارف ان هي بتتخذ حاليا لتدعيم وترسيخ فكره ايجاد بطل اولمبي او صناعه بطل اولمبي مستقبلي، الخطوات دي مطمئنه ممكن بموجبها او بناء عليها الوضع الحزين اللي احنا بنتكلم عليه ده يتغير في السنين اللي قبل جاي. قبل سنه اقول لك لا، دلوقتي في حاجات بتتعمل في وزاره الرياضه تبع وزاره الشباب والرياضه مع المشروع بطل اولمبي او مراكز الشباب، الحاجات دي في بدل نشوف ابطال رفع عسكر راحه او مثلا بطوله عالم مركز ثالث او حتى برو يعني مركز فضه اي ميداليه، بس على الاقل بدا يبني، بس دول مش هيظهر اثارهم في باريس، ده ممكن يظهر في الاولمبيات اللي بعدها، لكن انا بتكلم على دوري باريس بشكل خاص. انا وجهه نظري ان انا شايف المنتخب الجماعي وكره اليد هو ان شاء الله اللي هينافس كالعاده، يعني ان هو منتخب مشرف، ولو هنتكلم على الالعاب الفرديه انا شايف ان وجهه نظري هي السلاح والخماسي الحديث بس كده، انا مش هقدر اقول احد من كده، لان الكاراتيه مستبعد طبعا اولمبياد باريس وهو اللي كان ممكن يجيب، لان الكاراتيه برده لعبه مهمه جدا منتخب مصر. سكواش مش موجود في الاولمبياد وقلناها قبل كده ان لسه ما شفناهوش، سكواش هيدخل قبل لسه لو مصر هي اللي استضافت بالظبط، لكن بقيه الالعاب انا بصراحه هتبقى مجهودات فرديه وممكن برضه حاجه تبقى صدفه، يعني انا ما اقدرش اقول لك ان في لعيب هيحقق في اولمبياد باريس غير بتوع السلاح والخماسي، غير كده انا ما اقدر، اي حد هيجي بعد كده هيبقى صدفه. مش بقفلها، انا بقول الحقيقه، انا بقول الحقيقه، ده اللي انا شايفه وجهه نظري. طب انت قلت نفس التوقعات دي قبل طوكيو؟ لا. قلت ايه بقى؟ لا انا في طوكيو كنت عارف ان احنا هنجيب ميداليات، لان الكاراتيه كان مشارك والكاراتيه كان بيحقق قبلها وجايبين ميداليات بطوله العالم وفي افريقيا وفي كل حاجه. كان في الخماسي الحديث كان برضه متخطط له. اللي حصل بقى في المصارعه هو ده اللي كان المفاجاه بالنسبه لي، ان احنا حققنا في المصارعه، ودي كانت حاجه كويسه جدا، ان انت بتجيب في لعبه انت ما كنتش مرشح فيها. رفع العسكري انا كنت متوقع في اولمبياد طوكيو، عشان كده كنت بقول لحضرتك ان احنا كنا هنجيب في طوكيو كتير، لكن لما استبعد انا كنت شايف ان احنا هنجيب في الالعاب الثانيه، لكن دلوقتي انا شايف ان احنا
رفع الاثقال في اولمبياد طوكيو. احنا لسه بنبني بقى منتخب جديد بعد اعتزال محمد ايهاب ولسه في لعيبه بتطلع، فانا شايف ان احنا بنبني الاولمبياد باريس او بعده فلسه، لكن اللي بتكلم عليهم دلوقتي اللي هم جاهزين لحصد الميداليات هم السلاح والخماسي. حل المشاكل دي اللي احنا بنتكلم مع حضرتك في تفاصيلها، في وجهه نظرك هل هي ميكس من مجموعه عناصر، منها مثلا الدعم المادي المناسب لكل طبيعه رياضه لازم يتوجه للاتحاد، هل لازم يكون في رقابه اشد من الجهات المعنيه ايا كانت هي على الاتحادات نفسها وعلى نتاج عمل الاتحادات، يعني لازم يبقى في خطه ممنهجه بناء عليها يحصل طفره. بالظبط، مش لازم بس الاتحاد، لازم انا شايف انه الرقابه من وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه لازم يكون في اجتماعات دوريه مع كل اتحاد كل شهر، مش كل 3 شهور مثلا اجتماع للجنه كلها، لا كل شهر بيكون اجتماع مع كل اتحاد، انت حققت ايه؟ انت سافرت البطوله الاخيره دي عملت ايه؟ مين عندك كان مرشح ومين مش مرشح؟ مين خد دعم ومين مين سافر معسكر مين لا؟ مين انت عالجته كويس؟ مين التغذيه؟ مع خلي بال حضرتك برضه هي مش موهبه بس، موهبه ودعم وتغذيه وتدريب، الحاجات دي كلها بتفرق. بره بيتصرف على الابطال عشان يبقى بطل اولمبي، انا مش هقول لحضرتك ان هو مبالغ صغيره، لا مبالغ كبيره جدا، بس في الاخر بيبين نتائج سريعه جدا. انت هنا ممكن تكون بتصرف بس في تخطيط وفي عدم تخطيط، في العاب بتخطط فيها، في العاب لا انت مش بتخطط، انت بتروح وبنطلع معسكر وتصورنا وعملنا وسافرنا وفي الاخر ما جبناش حاجه. طب ليه؟ احنا لازم في الاول ان احنا نلعب على الموهوبين، الناس اللي هي دلوقتي جاهزه تحقق ميداليه ادعمها اكتر، والباقيين ابنيهم لسنين قدام. انا شايف ان والله العظيم عندنا كميه مواهب كتيره جدا. القصه كلها من وجهه نظري يعني استكمالا لكلام كريم هي اداره. يعني ممكن يبقى الاتحاد ما عندوش الامكانيات الكبيره ولا اللعيبه بالعدد الكبير، بس اداريا هم ناس ناجحه بتعرف تحط شورت تيرم ولونج تيرم بلان، تشوف ايه النواقص وتشتغل عليها، لكن مو العكس صحيح. فانا بشوف المنظومه محتاجه اداره جيده في الاتحادات. في فساد اكيد، في فساد اكيد، في مشاكل اكيد، في مشاكل، في ناس بتشتغل بما يرضي الله اكيد، في ناس بتشتغل بما يرضي الله. فزي ما كريم كان بيتكلم لازم يكون في جهات بتراقب، في اجتماعات زي ما انت قلت دوريه مش كل 3 شهور مع كل اللجان. انا بتفق معاك 100%، لازم ابقى بتابع الناس دي بتشتغل صح ولا غلط عشان لما اجي بعد كده لباريس او اي اولمبياد إن كانت ان انا اقول انا ماشي صح، ما سيبهمش وبعد كده اقول طب النتائج مش حلوه ليه، طب ما انا راقب من دلوقتي. فانا بتفق معاك 100%، نتمنى الافضل في الفتره اللي جايه، لان يمكن احنا بنطلع نتكلم عن المشاكل اكتر ما بنتكلم عن حلول، فنتمنى ان احنا بعد كده نتكلم عن حلول وانجازات بتتم على الارض وارقام مختلفه. احنا ناس يعني شعب بالملايين، نستحق ان احنا نفرح، واكيد وسط ال 100 مليون واكتر عندنا يعني ممكن نقول 50 مليون موهبه، خلينا نقول يعني النص 50 مليون موهبه في مجالات مختلفه. فنتمنى ان شاء الله يكون في اداره جيده في كل المجالات. على الاسف الوقت خلص، بس يعني تغطيه كانت وقراءه جميله، وان شاء الله نشوفك في حلقه ثانيه. انا اتشرفت بيكم وشكرا جدا. احنا اللي انبسطنا بوجودك معانا كالعاده، وان شاء الله نلتقي على خير. وخلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.